تعد الدراسات العليا مناطاً مهماً لمعظم الباحثين والدارسين من أجل الارتقاء في المستوى العلمي عن طريق الحصول على الدرجة اللائقة، وعلى رأس تلك الدرجات الماجستير والدكتوراه، ويتطلب ذلك الكثير من الحرص والبحث والمتابعة والدراسة والسهر ومناقشة البحث العلمي قبل الحصول على لقب دكتور. ولكن هناك منظمات تمنح الدكتوراه الفخرية لمن تختاره وتجده مؤهلاً لنيل هذه الدرجة العلمية، حيث منح المركز الثقافي الألماني في لبنان منح شهادة الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان. وأعلن محمد رمضان في حسابه على فيسبوك أنه حصل على شهادة دكتوراه فخرية من مركز ثقافي ألماني في لبنان، ونشر عبر فيسبوك صوراً من تكريمه وشهادات الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها. لبنان من أول دائما بشعبها الغالي والشعب القوي اللي استمد منه حب الحياة، اللي استمد منه الشجاعة. يعني أنا من صغري بدرت الشعب اللبناني مثلا في الشجاعة والقوة والصبر، وشعب مر بظروف كتير صعبة وقدر يتخطاها وقدر يقوم وقدر يكمل. وإحنا دورنا كفنانين، يعني أنا الحمد لله درست مع الفنون المسرحية وأعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا، ولذلك بعض الناس بيشوفوا إن محمد رمضان ما بينشغلش بالنقد أو ما بينشغلش بالآراء السلبية اللي بتتقال عني منذ ظهوري، ولكن ده بسبب إن أنا فاهم مهنتي كويس جدا وأعلم ما هو الفن. الفن هو إنترتينمنت، والفن كما قال يوجين أونيل الفن يسكن الشعوب. يعني الفن دوره إن هو يسكن آلام الشعوب وينسيهم مشاكلهم، ده دورنا الحقيقي. لم تمر قضية تكريم محمد رمضان بالدكتوراه الفخرية ولقب سفير الشباب العربي مرور الكرام، مما أثارت جدلا واسعا، حيث هددت النقابات اللبنانية باللجوء إلى القضاء. وصرح وزير الثقافة اللبناني أن لا دخل للوزارة بمنح الفنانين الدكتوراه الفخرية، ولا تحدد المعايير التي تحدد من يستحقونها. وتدخلت السفارة الألمانية في القاهرة وأوضحت أن لا علاقة بين الحكومة الألمانية والمركز الثقافي الألماني في لبنان. وأخيرا انتهى كل هذا الضجيج والشد والجذب بقرار سحب الشهادة الفخرية مع تقديم المعهد الألماني في لبنان اعتذاره، مبررا ذلك أنهم لا علم لهم بحادثة الطيارة الشهيرة للفنان محمد رمضان ولقائه مطربا وممثلا إسرائيليا، لذلك تقرر سحب شهادة الدكتوراه من محمد رمضان. وهنا انهالت التعليقات عبر منصات التواصل. اخترنا لكم بعضا من تلك التعليقات التي نبدأها مع كايلا. تقول في هذا التعليق كايلا: ليش زعلانين انه محمد رمضان حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية؟ عادي، الزلمة معه مصاري وبزيادة، والطابعات الله مكترهم، ادفع مصاري زيه ونقي الشهادة اللي بدك اياها. أي أعداء النجاح؟ وهناك سؤال: محمد رمضان مخلص أو مخلص؟ محمد رمضان مخلص صف رابع؟ هناك تعليق آخر من أحمد المالح، يقول أحمد المالح: محمد رمضان الفنان العالمي ويضحك، خد الدكتوراه الفخرية وبعدين طارت في نفس اليوم. أعتقد أن محمد رمضان لا يعرف لا فخرية ولا شرفية ولا حتى بنت عمهم شوقية. بصراحة كان هيبقى إحباط كبير لو واحد من عينه أو من عينة محمد رمضان خد الدكتوراه الفخرية. الدكتوراه تعطى للعلماء وأهل العلم فقط. أيضا هناك تعليق من الجنج يقول: اللبنانيين قلبوا محمد رمضان $50,000 في الحدوتة دي، أجور حجز قاعة وأجور حضور المدعوين وأجور الناس اللي لبست بدل وبوفيه وحراسة وصحفيين قابضين برضو. أيضا هناك تعليق آخر من نسرين حماش تقول: يعني هو محمد رمضان أذى حد أو تسبب بإزعاج حد؟ بالعكس، هو شاب طموح وناجح وذكي،
وحقق شهرة واسعة والكل متغاظة منه لمجرد أنه ناجح، وكافي أو كفاية تسقيط وملاحقة لمحمد رمضان. أنتم ملاحظين أنه كل فترة تطلع حاجة على رمضان وتحاول تقلل من قيمته؟